وللحديث أكثر عن صراع شركاء العملية السياسية على المناصب وأزمة تسمية رئيس للحكومة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميداعي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد لبيد. مقرر البرلمان في العراق يقول إنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على تحديد جلسة للبرلمان لمنح الثقة للزرفي. الزرفي في ناحية الأخرى ماض في تشكيل حكومته. إلى أين تتجه الأمور في هذا الواقع العراقي والذي تشهد أو يعيش فيه المشهد السياسي اختلافات كبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور تسير باتجاه المراوغة وتبادل الأدوار على ما يبدو. الزرفي سيمضي في تشكيل حكومته وهو يدرك تماما بأن حظوظه تتضاءل في مسألة ترأس الوزارة أو الحصول على الحد الأدنى من المقبولية أو الحصول على موافقة البرلمان على تشكيل وزارته. وهناك حديث كما تفضلتم في تقريركم على أن المصطفى الكاظمي أصبح هو المرشح الكتل التي تسمى بكتل البيت الشيعي، والتي على ما يبدو بأن الإيعاد الإيراني الذي جاء عن طريق إسماعيل قاني هو الذي أعطى الضوء الأخضر لاستبدال الزرفي بالكاظمي. ويبدو هناك سيناريو يقول بأن الكاظمي ليس المرشح الحقيقي لإيران، وأنما إيران طرح كاظمي من أجل زحلقة الزرفي بهذه الطريقة. وبعد أن تتم المرحلة الأولى من المخطط الإيراني، أي زحلقة الزرفي، سيتم أيضا عدم التلكؤ في مسألة والمراوغة والمماطلة في مسألة. ربما هذا سيد لبيد يفسر السؤال التالي من أن الكتل التي رشحت كاظمي قالت عنه قبل فترة أنه مرفوض وأنه اتهمته بالعمالة للأمريكان واتهمته بالوقوف أو المساعدة في مقتل المهندس وسليماني، والآن هو مرشح تلك الكتل كما تفضلتم. نعم. إذن الكاظمي من زاوية النظر الإيرانية لا يختلف عن الزرفي. الزرفي أيضا غير مقبول إيرانيا، لأن الزرفي كما نعلم عاش في أمريكا وحصل على جنسيتها، وهناك شبهة كبيرة أو عدم ارتياح إيراني تجاه الزرفي لأنهم يعتقدون بأن ميوله أمريكية وأنه هو قريب إلى السفارة الأمريكية والتغيير الذي تريده أمريكا. الكاظمي كما تفضلتم سبق وأن ألصقت به نفس الاتهامات وأدارت حوله نفس الشبهات أنه هو متعاون أو متواطئ مع الأمريكان في مسألة اغتيال سليماني والمهندس والضباط الإيرانيين الذين كانوا معهم. إذن نحن أمام مسألة تشابه في المرشحين الاثنين، وهذا يؤكد بأن اللعبة الإيرانية واضحة، أو يريدون أن يتخلصوا من الزرفي بعد أن بدأ أنه حصل على حظوظ لا بأس فيها في النجاح في تشكيل الوزارة. ثم تأتي المرحلة الأخرى عندما يصبح الكاظمي هو المرشح، يبدأون بسيناريو آخر جديد وبطبخة جديدة. من أجل الحيلولة. هناك سيد لبيد موقف واضح من ميليشيا حزب الله في العراق التي أكدت رفضها لأي شخصية لا تلتزم بشروطها التي أطلقتها قبل فترة. هناك معايير وشروط لميليشيا حزب الله، ما أهم هذه المعايير باعتقادكم؟ أول معيار لحزب الله بالحقيقة هو الولاء لإيران، لأن حزب الله، ميليشيات حزب الله بالإضافة إلى الميليشيات الأخرى بالحقيقة هي موالية لإيران، لكن حزب الله هو أكثر ولاء لإيران، وهو المرتبط بشكل مباشر بالاطلاعات ويحرك وبشكل مباشر أيضا بفيلق القدس الإيراني. حزب الله هو أصبح أقوى الميليشيات على الساحة العراقية، ويقوم بأدوار تخريبية بما فيها ما قام به اليوم بقصف الشركات النفطية أو الحقول النفطية في جنوب العراق، وعلى مرأى ومسمع من القوات الأمنية أصبح أقوى، يعني هذا يعني فوق القانون.
لذلك فعندما يقول كلمة حزب الله يبدو أنه ممتلئا بالثقة فيما يقول. هذا أهم شرط لحزب الله، أن يكون مواليا لإيران المرشح، وأن يكون أيضا في نفس الوقت ضد أمريكا، وأن يفتح العراق كل ساحة العراق أمام عمليات التخريب التي تقوم بها ميليشيا حزب الله وسائر الميليشيات الأخرى الموازية له. ماذا نتوقع لو تم تمرير مرشح لا يتفق مع معايير هذه الميليشيات التي أشرتم إليها؟ أنا أعتقد أن مسألة طرح مرشحين ثم سحب الثقة منهم أو زحلقتهم هذه لعبة يراد منها أنه المراوغة، لأن حاليا عملية التغيير إذا نتذكر عملية التغيير وعملية طرح الترشيحات هذه كانت جاءت رضوخا لمطالب المتظاهرين، رضوخا للانتفاضة التي قامت بالعراق وانتفاضة تشرين، وهذه الانتفاضة مستمرة، الثورة مستمرة، إيران خرجت من قلوب الناس وأصبحت مكروهة، والشارع يرفض أي مرشح إيراني. لذلك مطلوب من القوى السياسية بما فيها طبعا كل القوى، ليست القوى الشيعية وحدها، حتى القوى السنية لا تريد أن تخسر اللعبة السياسية الحالية، لعبة المحافظة. لذلك عملية المراوغة بالحقيقة هذه يراد منها اللعب أو الضحك على دقون محاولة خداع الشارع العراقي، العراقيين يقومون بطرح مرشح ثم هذا المرشح لا ينجح في تأليف وزارة وهل مجرى، وتستمر الأمور وهكذا دواليك، ويسوفون بالوقت، يمر الوقت وإلى أن تنتهي الفترة الانتخابية هذه ويدعى إلى انتخابات جديدة وهذا مجرى. شكرا جزيلا لك عضو التحالف الوطني المعارض من مالمو السيد لبيد الصميدعي.